هذا الكتاب او هذا العمل له قصه ايضا، قصه يعني شبه محزنه او مؤسفه. كنا بنكتب على حاجه اسمها ستنسل. السنسل ده بيتخرم فيه ورق الكربون وبعدين بيتطبع تاني بالعكس وحدوته كده. فاتكتب ده على الستنسل وانا سافرت البعثه وعملت ثلاث نسخ في معهد فنون مسرحيه ايداع في المكتبه. ثم الناس هو يعني توفي والله يسامحه احد العمداء وخد الثلاث نسخ واخفاهم فلم يعد لهذا اكثر من دفع على وانا ما كانش عندي نسخ ابدا. واختفى الكتاب فاحنا مش لاقيينه. كل حد يجي يقول لك عايزين نطبع الكتاب انما احنا مش لاقيينه على الاطلاق. لغايه ما انا حصل كده من مناقشه مع الزملاء فقالوا لازم ندور على الكتاب. فبحثنا في الكرة بتاعة كتبة الآلة الكاتبة اللي كتبوا لي وكانوا يعني توفاهم الله، ووجدنا يعني أجزاء من هذه الرسالة. ضاع منها 45 صفحة بالظبط. وأنا كلمت الدكتور هيثم حكى علي وقلت له دكتور هيثم أنا هستكمل ال 45 صفحة في الحاجات الناقصة عن عبد الرحمن الشرقاوي وغيره وهكتب تقرير. قال لي رأيي في منتهى الأهمية. قال لي لا دكتور أسامة أرجوك ما تعملش كده كي نرى صورة النقد في أوائل الثمانينيات، لأن أنا لن أستطيع أن أكتب بهذه الطريقة، وإذا قرأت سوف أغير يعني بالتأكيد ما كتبته. وهو كان الحقيقة مهتم أوي إن الهوامش سليمة، لأن الرسالة دي جزء كبير قوي، والهوامش والتعليقات في البحث العلمي كما تعرفون طبعا ربما اهم من المتن كمان يعني. واصر الدكتور هيثم ان احنا نكتب يعني نطبع اللي حصل ده. وتعب الناس كتير جدا انهم يقروا الستنسل المطبوع لانه متقطع وبارد. فقعدنا بتاع سنه او اكثر لما جمعنا اشلاء هذا العمل ونزل هنا. وكما تفضل الدكتور حسام يعني ذكرت في قصة عشاء الشعر الأخير، وأنا أقولها يعني من باب يعني إثارة الأشجان قبل ما نبتدي في المناقشة العلمية يعني. أنا كنت قريب الصلاة من صلاة الصبور جدا. أعطاني المرحوم محمد عفيفي مطر وكان صديق تماما، وكان يأتي إلى بيتنا في الشرقية كل سنة فيقيم شهر وينزل عندي باستمرار. وانا اللي جوزته زميلتي في كليه التجاره ايضا اللي هي من بلده، ودائما ما كان يصور لي صلاة عبد الصبور بصوره يعني متوحشه. ان صلاة عبد الصبور يقف يعني حجر عثره او ستاره مظلمه امام الشعراء. كان عفيفي عنده هذه اللي عنده هذا الاحساس، وكان بيقول على كده على احمد عبد المعطي الحجازي. هو صدق في احمد عبد المعطي الحجازي، فكتب على احمد عبد المعطي الحجازي قصيده بالغه الخطوره. ما اعرفش الدكتور عمر انتوا شفتوها ولا لا. القصيده بيقول فيها يعني شوف هذا البيت اللي كتبه: الشاعر الذي يسير مائل الراس محاذرا في الطرق المشبوهه يقتات من جهامه الشعر يقتات من جهامه الوجه وعقم رجعه لقمته المكروه. ونكمل بقى فيقول: مؤتمنا على الخير. يعني طب ده المساله ايه؟ اثرت فيا. كنت صغير جدا يعني 17 سنه او حاجه كده ومتعلق بعفيفي، لكن وانا يعني حافظه عن صغر عن ظهر قلب وعارف قيمته الحقيقيه تماما يعني. لكن حصل مفاجاه غريبه جدا ان انا كنت بشتغل يعني اول ما اتخرجت خدم استاذي محمد عباس والدكتور لطيف زياد وودوني جريده مجله الكاتب. مجله الكاتب كانت معقل الاشتراكيين والماركسيين في مصر، وكلهم اسماء كبيره يعني اذكر منهم الاستاذ العظيم نبيل الهلالي ابن نجيب باشا الهلالي، وهذا محامي العمال في مصر ولم يتقبل اي اجر من اي عامل عقديه عماليه. ولقيت في مجله الكاتب يعني ما جعلني يعني ما تسبب عرقا. بصيت لقيت الوزير كمال بفعت الشاعر عبد الوهاب الرياتي استاذ يوسف ديس عبد الرحمن الخميسي يعني اسماء مجرد وذكرها تدور يعني. ولقيتهم حضرهم لي كده وبيقول لهم وجايبهم يقولوا لي بيقولوا اسامه هيقول شعر. فقلت قصيده
واستاذ الاستاذ احمد اصر ان كونشر عبد الوهاب البياتي رفض وقال بالنص كده انا يعني باخد مكافاه على الاشراف على الشعر الكاتب وده شاعر مبتدئ ورفض نشرها. استغل الاستاذ احمد عباس صالح سفر البياتي للخارج راح نشر القصيده وانا فوجئت بحد بيقول لي اظن هو الشاعر انس داوود الله يرحمه لو تفتكروا هذا الاسم بيكلمني وبيقول لي استاذ صلاح عايزك. فانا رحت المكتب الاستاذ صلاح للمره الاولى انا فاكر سكرتيرته كان اسمها مدام منيره ولقيت قاعد ينتظر حد يعني انا قعدت افتكر مين ده مش فاكره فده صلاح صدق دخلني الاول فقال لي وقف وخدني بالحضن وقال له قال له تعالي انس عشان نسمع قصيده اسامه ولقيته حاطط مجله الكاتب امامه وقال لي يا اسامه انت عارف مين اللي قاعد بره فقلت له انا بشبع عليه قال لي احمد عبد المهدي الجاسم. فانا قلت له بعد اللي عمله فيك بعد الاتهامات اللي جبتها كان الاستاذ احمد عبد المهدي الجاسم ومجموعه بيتهموه ان هو بالوقت بيطبع مع اسرائيل ويعني أزول أزل شيء يعني فقال لي يعني ما أضيق العالم إذا لم يكن هناك إصرار. وقعدت وأصر إن أنا أسمع إنه يعني يسمع القصيدة مني وبعدين يعني أنت هيك قاعد حد بقى يعني أنت هيقول شيء لقيته بيكلمني بالليل في التليفون وبيقول لي بكرة الخميس تجيلي المكتب. فرحت فلقيت عنده علم من أعلام النقد الدكتور محمد مصطفى بدوي اللي مترجم ريتشاردز مبادئ النقد الأدبي. فقال لي الدكتور بدوي قال لي أنا قريت شعرك يا أسامة عن الأستاذ صلاح ويلا تعالى أنا هحجز لك في جامعة أوكسفورد تدرس عندي بس بعد سنتين. ما عندناش مكان لك إلا بعد سنتين. أنا يعني اللي حصل إن أنا استعجلت وعملت رسائل للعالم كله فقبلت إن أنا أدرس في ألمانيا وفي مصر. لكن صلاح الصبور قال لي ايه؟ قال لي بكره الجمعه انت بتروح فين؟ قلت له انا كل يوم جمعه عندنا حاجه اسمها عالم الرجل كده ونطلع كاصدقاء ما فيش لينا ستات ابدا ولا بنات ونطلع نقضي يوم كامل في القاهره القديمه في بيت القاضي وسوق الثوم وباب الفتوح ونتغدى هناك. كان في حاجه اسمها كوادع العهد الجديد كان ب 10 رسائل وانتهى الموضوع موضوع حاجه كده شيء جميل قوي يعني. قال لي لا انا مش هخرج معاكم انا وانت هنتغدى. فقلت له هنتغدى فين؟ قلت له انا هنتغدى على كتفي هنتغدى فين الجزيره هنتغدى في النادي الاهلي ما دام انت قال اصل انا مرهق قوي فكلمني بقى ايه بكره واستنى مكالمتي 10 الصبح. انا الصبح رحت بدري قوي الساعه 9 بيت الدكتور فوزي فهمي وقعدت جنب التليفون قلت يعني هو ايه اللي ما اتكلمش انا ايه اتكلم. جالنا تليفون من صديق قديم اسمه استاذ حسين مهران كان رئيس هيئه الثقافه الجماهيريه. وقال لي ايه يا اسامه انت هنا؟ قلت له ايه انا في الدكتور فوزي فهمي. قال لي البقيه في حياتك صراحه صعوبه واحنا متفقين ان احنا نتغدى صراحه. وانا فاكر كنا في اسس ويوم حر شديد الحراره في مسجد عمر مكرم رحنا ورحنا المقابر اعتقد في البناء الشافعي او الغفير وانا حصل لي انهيار والمره الاولى ده يحصل فنازل وراء يعني نازل وراء الدفاع وشبه مغمى علي انزل يعني انزل وشادوني وبعدين انا يعني لم انتبه لنفسي الا على قبل المغرب ان الدنيا بتليل فابتديت امشي لازم امشي بقى من هناك لغايه شارع المبطوطه في الهرم. فضلت ماشي والقصيده في دماغي لغايه ما وصلت البيت فتحت الكتله فسجلت القصيده والحمد لله يعني سجلت نازل البيت القصيده وطائر كلمني الدكتور عز الدين اسماعيل الله يرحمه وقال لي اسامه انا سمعت ان في قصيده وانت قلتها في مسرح الجيل الطبيعه انا عايزها فانا رفضت رفض كامل يعني المسرح مش ممكن يعني مش وفاه سبع صوت تتحول الى مجرد قصيده في ورقه مش قادر وطلع الكتاب من غير انا مكتب في هذا القصيده. هذا يعني عن ايه؟ عن الشاعر وعن الكتاب اللي هو يعني
طلع بحالته رحمه الله، طلع بحالته بدون عافيه. شكرا.